المتحف بيفرح جدا وبيسعد لما بيلاقي ان في شباب مبتكر، وبميل جدا واحترم فكرة ان الشاب لا يعني يرتبط بالوظيفة الحكومية وينتظرها، بل بالعكس يشق طريقه ويبقى عنده هدف. واحنا قررنا في هذا البرنامج ان نقدم النماذج الناجحة من الشباب اللي عندهم افكار، والافكار دي ترقى انها تتحول الى مشروعات، تبدأ صغيرة ثم تنمو وتنمو وتنمو تتحول الى مشروعات كبيرة وناجحة. معايا واحد من هؤلاء الشباب الناجحين المتميزين اللي انا شايف ان هو شاب عصامي بدأ يجتهد ويعني ويكافح عشان يبني نفسه. مهندس محمد فوز، اهلا وسهلا. اهلا بيك دكتور عمرو، سعيد مع حضرتك. ميرسي جدا، الحمد لله بخير. احكي لنا بقى، يعني انا عارف محمد عامل مشروعات عبارة عن مشروعات خاصة بالمنازل، ازاي تقدر في بيت صغير تقدر تعيش انت ومراتك وولادك، ازاي تقدر تستغل المساحات الضيقة. وطبعا احنا عارفين ان ملايين الشباب اللي بيشوفونا في واحد من الناس عندهم مشاكل المساحات الصغيرة، ويتجوز ازاي وازاي يبقى الأوضة تاخد 2-3. محمد كان عنده الحل السحري، هنسمع عن فكرته ومشروعه وبدأوا ازاي. احكي لنا بقى. طيب الفكرة دكتور عمرو ان انا زي اي شاب من الشباب اللي كان بيحلم يكون نفسه، لمست المشكلة اللي عند قطاع كبير من الشباب اللي بيبدأ حياته، ودي كانت الصعوبة وده كان التحدي، ازاي نقدر نوجد حل بديل للمساحات الكبيرة اللي احنا كلها كنا متعودين عليها. وعشان كده فكرنا نعمل مشروع اتقان اللي بيقدم اسمه سيفينج فرنتشر. اسمه اتقان. ايه ده اتقان؟ اشرح لي بقى. طيب اتقان بتعمل مجموعة انت لوحدك ولا معاك مجموعة من الشباب؟ طبعا مجموعة من الشباب اشتركنا مع بعض. قررنا ان احنا نتخصص في المجال ده بالتحديد. انتوا خريجين كلكم هندسة؟ مش كلنا، احنا مجموعة متكاملة، في ناس متخصصة في الفاينانس، ناس متخصصة في الماركتنج، ناس متخصصة في الهندسة، في الاوبريشنز. يعني انتوا اتحدتوا مع بعض؟ بالظبط، عملنا فريق عمل متكامل. في مننا اللي عمل شيفتنج للكارير بتاعه عشان حبه لمجال النجارة ومجال الخشب ومجال الاساس. الاهم ان احنا دخلنا في مشروع يقدم حل لمشكلة اجتماعية واقتصادية كبيرة. ازاي نقدر نخلي الشباب وعموم الناس تقدر تعيش في مساحات أصغر وتوفر على نفسها قيمة كبيرة من التكلفة الإجمالية للشقة. فبدأنا نعمل أساس الموفر للمساحة. بعض منتجاتنا زي الولبد، السرير اللي بينزل من الحيطة، ببساطة احنا بنفرش على الحيطة وبنوفر المساحة الكلية بتاعت الأرض وبتاعت الشقة، فنقدر نخلي الشاب يبدأ حياته في مساحة صغيرة 60 متر، استوديو زي موجود في كل حتة في العالم. المنتجات دي احنا بنسميها مالتي فانكشن أو متعددة الاستخدام. ممكن نفس الأوضة تبقى أوضتين أو ثلاثة، يعني هي نفس، يعني ممكن أوضة واحدة تاخد لفرد تاخد ثلاثة وأربعة، تاخد ثلاثة وأربعة وتاخد كذا استخدام، يعني تبقى أوضتين. ممكن تبقى ليفنج روم أو غرفة معيشة تتحول بالليل لبدروم، غرفة نوم. هيجي في نفس الوقت ممكن تبقى نفس الأوضة دي ترابيزة سفرة وتتقفل وتفتح مساحة لأوضة النوم، فتبقى نفس المساحة قدرت استغلها كذا استغلال. دي كل الفكرة. فبنوفر كتير من المساحة. المساحة دي بتكلف رقم كبير جدا على أي حد بيقرر يسكن أو يشتري شقة جديدة أو يبدأ. بدل ما يروح يقولك أنا عايز شقة 3 أوض النهاردة وصالة وكذا وكذا، ممكن ياخد أوضتين ويحقق في الأوضتين، تبقى الصبح ليفينج وصالون وبعد وبالليل سراير. مظبوط، بتنزل. بالظبط. فكرتنا احنا قعدنا نعمل يعني ريسيرش وبحث كتير على كل الافكار اللي الناس بتحل بيها المشاكل الاقتصاديه الموجوده في الدول المتقدمه، وقررنا ناخد المبادره ان احنا ننفذ المنتج ده او نبقى اول شركه متخصصه في تصنيع السبيس سيفنج فرنتشر في مصر. يعني لو واحد شاب سمعنا وعنده شقه 70 متر نقدر نعملها له بحيث انها تبدو انها اكبر من ال 70 متر؟ يفرشها اكنها 150 متر. يقدر الاوض بتاعته لو هم اوضتين وصاله يفرشها وكانها 4 أو 5 أوض. فيستخدم كل المنتجات او كل الفاسيلتيز اللي هو محتاجها جوه الشقه في مساحه اصغر، ويكون وفر على نفسه نص تكلفه الشقه. لو بنتكلم ان الشاب قدر يوفر 60 متر ضربناهم في متوسط يعني 8000 جنيه للمتر، احنا بنتكلم في رقم يوصل لنص مليون جنيه. صحيح. يقدر يوفرهم الشاب على نفسه، حتى لو هو كان معاه التكلفه بتاعت الشقة دي ممكن يعمل بيهم مشروع. ممكن يجيب بيهم عربية، ممكن يعيد استثمارهم بشكل يخلي حياته أفضل أكثر رفاهية أو أحسن. بالظبط. طب إيه المعوقات بقى اللي قابلتك وانت بتعمل ده؟ دايما مش عارف يا أخي، بحس عشان في شباب كتير بيبقى عندهم نوع دايما يعني ينتظر الوظيفة الثابتة اللي هي فيكس سالري في نهاية الشهر، وفي انت يمكن انت وزمايلك اخترتوا
طريق اخر في ريسك، انا عارف ان في ريسك، ايه المعوقات اللي قابلتكم وايه الريسك اللي انتم تحملتوه في البدايه؟ طبعا تحدي كبير ان انت يعني تسيب الامان الوظيفي اللي كل الناس متعوده عليه. كنت موظف ولا كنت؟ طبعا كنت موظف في شركات خدنا منها الخبره، وبعدين قررنا ان احنا نعمل شركه ونوفر فرص عمل لكتير من الشباب زينا. معاك كم موظف اشتغل معاك؟ لحد دلوقتي 25 موظف كويس. ممكن وبنتوسع ان شاء الله، يعني احنا يعني بناخد مصنع جديد عشان يبقى فيه عدد اكبر من العماله في مدينه دمياط الاساس ان شاء الله. فهو تحدي كبير ان احنا نعمل مشروع، ومنين تجيب راس المال، ومنين تجيب الامكانيات والمكن والمعدات. ولكن يعني رسالتي لكل الشباب، بس انت ابدا، البدايه بتلاقي فيها توفيق من ربنا، بتلاقي فيها مساعده، وبتلاقي فيها دعم. طول ما انت بتسعى هتلاقي النتائج بتجيلك، خصوصا لو عندك فكرة بتقدم حل لشريحة كبيرة ولقطاع كبير من الناس. بتلاقي الناس بتبدأ تقبل على منتجاتك، وبتبدأ تلاقي طلب كويس جدا طالما انت بتحل مشكلة بتقابلهم في حياتهم. وعشان كده احنا خدنا المبادرة دي الحمد لله، وبدأنا وبالاستمرار وبشغل الفريق. يعني انا عايز اوضح ان احنا ما حدش يقدر يعمل حاجة لوحده، في فريق عمل متكامل قدر كل واحد فيهم يحط الإضافة بتاعته علشان فكرة إتقان والمشروع ده والمنتجات اللي ممكن الناس تبقى بتشوفها معنا في البرنامج تكون موجودة، بتصنع لأول مرة في مصر بأيادي مصرية، وتكون بتخدم وبتفيد الاقتصاد بتاعنا، وتفيد قطاع كبير من الناس اللي عايزة حلول للمشاكل اللي بنقابلها يوميا. عظيم. طيب أنا بحب أطمع كمان، هقول لك بقى هتقدم إيه بقى للشباب اللي زيك، اللي يمكن يكونوا إمكانياتهم المالية إن هم ما عندهمش غير شقة 70 متر وما اكثرهم اللي موجودين. اوكي، طبعا احنا شرفنا في وجودنا مع حضرتك. واحد من الناس، عشان الشباب نقول لهم بقى يبعتوا لنا وناخد الطلبات ونجيبها لك. طيب احنا هدفنا ورسالتنا في اتقان ان احنا نساعد الشباب على الجواز. فكل الشباب صحيح. المقبلين على الجواز، خصوصا اللي هياخدوا مبادره ان هم يسكنوا في استوديو او مساحه صغيره زي ما حضرتك قلت 70 متر او اقل، احنا جاهزين نفرش لخمسه من العرسان. شكرا. الشقق بتاعتهم كلها مجانا من خلال برنامج حضرتك في واحد. طب ده خبر جميل جدا مهندس محمد فوزي، لانه شاب ولا يشعر بمعاناه الشباب، بيهدي شباب المشاهدين لبرنامج واحد من الناس فرش خمس شقق في مساحات الصغيرة اللي هي 70 متر وأقل من كده، ويخليها أكبر وبفرشها تبدو أنها زي ما قال 150 متر وكده. ده حاجة عظيمة. فكل شاب بيسمعنا دلوقتي وبيتجوز بس عنده مشاكل، المهندس محمد فوزي متبرع بخمس فرش أو خمس فروش لخمس شقق في هذا الإطار. أنا بشكرك جدا جدا على اللفتة الجميلة بتاعتك ديت، وده يعني عمل خيري جميل، بشكرك عليه في واحد من الناس. أنا اللي شاكر لحضرتك لوجودنا معاك، وبشجع الشباب إنها كلها تقدم أو تبعت للبرنامج، علشان إحنا عايزين الشباب دول يبقوا نماذج لناس كتير، بدل ما نعيش سنين كتير يا جماعة بنشتكي من المشكلات اللي بتقابلنا، تعالوا نتبنى حلول جديدة ونفكر بطريقة مختلفة، ما نواجهش المشاكل بالشكوى، تعالى نواجه المشاكل ببدائل وبحلول وبأفكار وبابتكارات جديدة. وإحنا عايزين الشباب اللي هيفرشوا من خلال برنامج حضرتك يبقوا نموذج، وأتمنى أن حضرتك تخلينا نصور معاك. موجودين معاك وأنتوا بتفرشوا عشان نصورهم ونبارك لهم ونبحث عليهم. يبقى في خمس شقق هتتفرش بالمجان مقدمة من المهندس محمد فوزي، شاب مصري ساب العمل الإداري واتجه هو وزملائه إلى عمل خاص، وعملوا مشروع نجح ومشروع فيه فكرة، والفكرة يعني أم الاختراع، في لحظة قدر يحقق حاجة. فأنا شايف إن ده نموذج إيجابي كنا لازم نقدمه في واحد من الناس كنموذج. أتمنى إن كل أسبوع ألاقي نموذج كده لواحد قرر يعمل مشروع وينجح، عشان نقول إن إحنا عندنا شباب زي الورد، شباب ناجح يفكر صح وبيعمل شغل صح وكمان بيعمل خير صح. باشمهندس محمد نورتني وشرفتني، ده شرف. أول ما هتجيلي بقى الأسماء الفائزين اللي هيجيلنا هنبلغك، عشان خاطر نشوف بقى وانتم بتفرشوا بيوتهم ان شاء الله باذن الله، ونتابع معاك ان شاء الله. وبشكرك جدا على الهديه القيمه اللي اهدتها للشباب المشاهدين من واحد من الناس. شاكر جدا لحضرتك ولوجودي معاك في البرنامج، والخير اللي حضرتك بتعمله للناس يا رب دايما باذن الله. ربنا يوفقك دايما، اسمع لك. شاكر لحضرتك جدا. فاصل ونعود.